التلفزيون الفائزة إلين يوسف تلفزيون رؤيا، ورح يستلم الجائزة بالنيابة عنها السيد هشام خريسان. من جديد، تميزت الزميلة إلين يوسف بتقريرها عن مكافحة التدخين في الأردن، وهو التقرير الذي لاقى إعجاب لجنة التحكيم الذين اعتبروا أن تقريرها بعنوان بالأقلام نحارب التدخين الأفضل في هذه المسابقة. الزميل هشام خريسات تسلم شهادة التقدير نيابة عن إلين التي تتلقى الآن دورة إعلامية في الولايات المتحدة. بحب أبارك لزميلتي إلين يوسف اللي هي صاحبة التقرير وصاحبة فكرة التقرير بهاي الجائزة، وإن شاء الله يا رب كمان يعني نكون وصلنا رسالة مهمة للشعب وللعالم عن مضار التدخين، ولو كان جزء بسيط يعني مهم يكون وصلنا رسالة. وكان تقرير إلين تطرق بشكل معمق عن دور مؤسسات المجتمع المدني في محاربة التدخين وما تقوم به من حملات توعوية تكافح فيها مفهوم التدخين، وبلغت مدة التقرير 20 دقيقة شملت مفهوم مكافحة التدخين. فلا جديد يذكر ولا قديم يعاد، لكن جديده قد يقتل وقديمه قد قتل. التدخين بأنواعه وباء انتشر بطشه على الأرواح، بدايته جميلة ونهايته مريرة. وتحت رعاية الأميرة غيداء بن طلال رئيسة أمناء مؤسسة الحسين للسرطان والأميرة دينا مرعد أقيم الحفل الذي حضره ثلة من الإعلاميين. رائدة حمراء لبرنامج دنيا يا دنيا، عمان.